السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة من أخوكم أحمد خلوق يحييكم. إن شاء الله اليوم بغيت نتقاسم معكم واحد الطريقة هي كتشمل جوج ديال التطبيقات. التطبيق الأول هو التطبيق الثاني هو بيكسيبو. هاد التطبيقين هادو إن شاء الله غادي نديرو لهم واحد التجربة ونشوفو من هو الأفضل. نبداو بزيجيو وغنمشيو نديرو القائمة العامة. القائمة العامة ونمشيو المزيد. المزيد كاميرا جي شيمو. الكاميرا جي شيو. ندخلوا لها هكذا وهنا كاينين وصف تفصيلي لصورة في التركيز الحالي زر. كاينين الوصف ديال التعرف على الوجه زر. وكاين التعرف على النص المركز عليه زر. النص إذا كاين شي نص. وصف المشهد زر. المشهد. وصف الصورة زر. الصورة. تكبير زر. تكبير. تصغير زر. التعرف المستمر. الفلاش غير وصف تفصيلي لصورة في التركيز الحالي. هنا غنشوفوها هذه كليكيو عليها ونشوف واش غيقول لنا هنا. جاري التعرف. تسناو. تظهر هذه الصورة مرجا به بعض النباتات الطويلة ويمكن رؤية مبنى متعدد الطوابق به قضبان حماية على نوافذه في الخلفية. تبدو البيئة العامة وكأنها مشهد خارجي في منطقة سكنية. هذا التطبيق الأول. احنا غنشوفو دابا التطبيق الثاني. بيكسيبو. عطينا أربعة ديال الخيارات. خيار الأول فيديو كاميرا زيرو. فيديو كاميرا. فيديو غاليري زيرو. غاليري. إيماج كاميرا زيرو. كاميرا. إيماج غاليري. دابا غنمشيو لإيماج كاميرا. إيماج كاميرا. ندخلو ليه هكذا ونصورو. كابتور. تسناو حتى هو تيكمل. تظهر الصورة مشهدا في الهواء الطلق بالقرب من مبنى سكني عال. يحتل حقل أخضر مزروع بالعشب النصف الأيمن من الصورة. المبنى السكني يكون في الخلفية على يسار الصورة ويحتوي على نوافذ وشرفات. الألوان الأساسية في الصورة هي الأخضر للعشب واللون البيج الفاتح للمبنى. توجد بعض الشجيرات أو النباتات على حافة الحقل مما يضفي جواً طبيعياً على البيئة المحيطة. الإضاءة ضعيفة مما يشير إلى أن الوقت قد يكون في المساء أو الفجر. هذا هو تطبيق ديالنا الثاني. كاين فيه بعض الأشياء بحال مثلا كاين هاد ميكروفون زر. هذا الميكروفون إلى مثلا ما طلعش لنا هاد الشيء وكنسولوه ونشوف أنا مع التسجيل واش يصدق ليا. كليكي عليه. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. تظهر الصورة مبنى سكنيا كبيرا بلون فاتح. هادشي سمعناه. عندنا فيديو كاميرا. عندنا هنا بلاي زيرو. الى بغينا نسمعوا في حالة ما كما قلت لكم في الاول الى ما ظهرتش لينا كنمشيو لذاك الميكرو الفوق هي على اليسار ديالي لان انا عندي واجهة بالعربية. ربما اللي عنده الواجهة بالفرنسية غتكون عنده على اليمين. وهنا كنلقاو ايماج كاميرا. ايماج كاميرا كندخلوا فيها وكنمشيو نقلبوا على الصورة كما غادي نديروا دابا على واحد الفيديو مثلا. ندخلوا فيديو غاليري. فيديو غاليري. ندخلوا ليها سكرين ريكوردينغ. شوفوا هذا الفيديو شنو يقول لنا عليه. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا طريقه ديال نطق الايموجي بواسطه جيشو. جيشو. ساصف لك الفيديو بالعربيه. الفيديو عباره عن مقطع قصير لشاشه هاتف ذكي. يبدا الفيديو بتحيه من شخص يدعى احمد ويشير الى انه سيشرح طريقه كتابه الايموجي باستخدام تطبيق جيشو. يظهر الفيديو واجهه هاتف حيث تظهر عده تطبيقات من بينها واتساب ويوتيوب وسناب تيوب وإعدادات الهاتف بالإضافة إلى تطبيق جيشو الذي يسلط الضوء عليه. أحمد لا يظهر في الفيديو إنما فقط واجهة هاتفه. يتحدث أحمد بلغة عربية دارجة بطريقة ودية وبسيطة. الهدف من الفيديو هو تعليم المشاهدين كيفية استخدام تطبيق جيشو لكتابة الإيموجي. نفس الطريقة كنديروها على الصور على الفيديوهات. انا ما بغيتش دابا نخدم شي فيديو ربما تكون فيه حقوق الطبع والنشر. هذا انني نخليكم تجربه لكم نتوما. تحياتي واحتراماتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.